اقتصاديا، أكد وزير تموين دكتور علي مصلحي في تصريحات خاصة لقناة تن أن الوزارة تستهدف فقط تقليل الفجوة ما بين استهلاك واستيراد القمح لتحقيق الاستقرار الداخلي بصورة أكبر. جاء ذلك على هامش زيارته للمنيا وافتتاحه لمجمع استهلاكي تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة. وطالب المصلحي المسؤولين بالشركة بضرورة الاهتمام بجودة السلع وطرحها للمواطن بسعر مناسب. رفع مستوى الخدمة ورفع مستوى المنتج والحفاظ على سعر عادل للمواطن، أعتقد دي مهمة أساسية من مهمة الحكومة ومنوط بها لوزارة التموين. فأعتقد إن احنا ماشيين ناحية ما نسميه انضباط وتنظيم الأسواق الداخلية حتى يمكن أن يكون هناك شفافية وعرض أمام المواطنين. ما بقولش إن احنا نستهدف اكتفاء ذاتي كامل، ولكن تقليل الفجوة ما بين ما نستهلكه وما نستورده هتبقى خطة استراتيجية وماشيين فيها بحيث نقلل الاعتماد على الخارج. نتكلم على تطوير الصوامع، مصر أشهر دولة في تخزين الغلال وتخزين القمح، فلا يمكن نبقى دولة الأولى في العالم في هذا المجال وما يبقاش عندنا صوامع متطورة، ولسه بنشتغل على نظام التخزين القديم ونظام الشون، وهو ده الهدف اللي احنا موجودين هنا من اجله، ان احنا بنعلن تطوير الصوامع وزيادة قدراتها الاستيعابية في التخزين والفرز وفق احدث الطرق التكنولوجية للحفاظ على المنتج بتاعنا من القمح والاستفادة من اكبر كمية من القمح في مصر.